احمد باشا الديب ده السلوم نورت. ايه يا باشا اللي موقفك في الساعه كده؟ مستنيك. فتش العربيات بسرعه، يلا انزل. خير يا باشا؟ طب ما تقول لي يا باشا انتوا بتدوروا على ايه وانا ساعدك. لقينا في العربيات بطاطس يا فندم. ايه يا باشا، هي الحكومه منعت اللي بيشتغلوا في البطاطس دلوقتي ولا ايه؟ فتش العربيات تاني كويس. فين السلاح رحيم؟ سلاح؟ سلاح ايه يا باشا؟ هو انا لو معايا سلاح وقربته ولا مؤاخذه هقول لك؟ بين سيادتك طبيت علينا اهو، لقيت معانا حاجه؟ دي بطاطس يا باشا، احنا شغلنا كله على طريق ونقول يا رب. قول على الله رحيم، قول على الله. هو تلاقي سعادتك جات لك اخباريه غلط ولا حاجه؟ هات يا ابني شوالين بطاطس من عندك للباشا بسرعه عشان الاولاد. اصل يا باشا عدم المؤاخذه، الاولاد الصغيرين بيموتوا في البطاطس، ده احنا كبار بنحبها كده ولا ايه يا حلمي؟ اه طبعا، ده انا بموت في البطاطس. وعدم المؤاخذه بقى، سيادتك بتحبها مقليه ولا صينيه؟ حفتش العربيات تاني ومزاجي، وحته حته. انا الحكومه بقى. تمام يا دكتوره داليا، حاضر. كوبايه الحليب بتاعتي، ها؟ هظبط مواعيدي واكلم سعادتك. اتفضل يا فندم، اتفضل اتفضل. باشا صباح الفل. صباح الفل. في حاجه جديده عن عزت؟ اه يا باشا، في جديد طبعا. تعال. هو كان متجوز وطلق من فتره، والمباحث دلوقتي شغاله على عنوان طليقته الجديده. يعني بص يا فندم، هو مش ده الموضوع اللي جاي اقوله لسيادتك. انا قلت كده برضو، ما ينفعش تقول لي معلومه جديده من غير ما تقول لي مصيبه. خش يا محمد. صباح الفل يا احمد باشا. صباح الفل. شكرا محمد. قول لي بقى المصيبه قبل ما اشرب الحليب، يلا. والله يا ريس انا مش عارف هي مصيبه ولا لا، بس سياده اللي هو صديق عايزك. مالكش عايزني فين؟ لا ماليش سعادتك، بس هو شكله مش مبسوط يعني. أكيد هيكلمنا الحمد اللي احنا طلعناها. ربنا ما يحرمني منك يا خالد. يا فندم أنا ماشي ورا معلومات، مش ماشي من دماغي. وإيه مصدر المعلومات يا سيادة العقيد؟ مصدر المعلومات يا فندم واحد من رجالة رحيم أنا جنته. جا إيه؟ جنته. جنته؟ من غير ما ترجع لي؟ شغال من دماغك يعني. ماشي. اسمه ايه بقى؟ مثال يعني يا سيادة اللواء، مش هيفرق معاك تعرف اسمه او ما تعرفوش. معاك حق، هي فعلا مش هتفرق، لانك من ساعة وتاريخه مالكش اي علاقة بملف رحيم السيوفي. ازاي ده يا سيادة اللواء؟ انا ماسك الملف ده من سنين، من ساعة رحيم ما كان ماسك البلد دي في ايده. انا اللي دخلته السجن وانا هرجعه تاني. ده امر شخصي ولا شغل؟ أمر شغل يا فندم. وأنا رئيسك المباشر، وبقول لك مالكش أي علاقة بملف رحيم السيوفي، تشتغل في الملفات اللي عندك. يا سيادة اللواء. ده أمر يا حظبط ويتنفس. تمام يا فندم. اتفضل.
جنته. يا احمد باشا، المشكله ان الحمله دي خرجت بتوصيه من مكتب سياده الوزير شخصيا، ومصدر المعلومات الوحيد عند حضرتك. لو حضرتك يعني تقول لي مصدر معلوماتك هقدر افكر معاك ونشوف حل. لو في حاجه كنت هقول لك يا خالد. يا فندم انا ما اقصدش، انا بحاول اساعد يعني. تساعدني ولا تاني الاخبار اللي هو صادق؟ على فكره دي حاجه ما تضايقنيش، اللي هو صادق الراجل الكبير بتاعي ومن حقه يعرف اي حاجه، زي ما من حقي بالظبط يا باشا اعرف كل حاجه. انا بقى عايز اعرف رحيم بيتحرك براحته ليه؟ انا جبته بنفسي هو واخوه حلمي لحد هنا اهو، وخرجوا تاني يوم. في حد بيخش الامن الوطني وبيخرج تاني يوم؟ يلا يا باشا يلا يلا سعادتك، راح وصل الكلام بسرعه. يلا احمد باشا، انا شايف ان حضرتك اعصابك تعبانه، ولو فكرت شويه هتعرف اني في صفك وسياده اللواء كمان في صفك. انت بتنقل اخباري للي هو صادق ليه؟ ليه يا احمد باشا؟ هو حضرتك لما بتاخد اوامر من القياده ينفع تسال ليه قبل ما تنفذ؟ يلا يلا سعادتك، روح اعمل المعلومه سخنه. يلا باشا يلا، اتفضل سيادتك اتفضل. الو، ايوه يا سيد هشام. فين يا سيد؟ انا دلوقتي بس عرفت انت كنت بتسال عليه ليه، عشان تورطه في مصيبه صح؟ اورطه في مصيبه؟ طب صدقت أني بالله انت دماغك فاضيه يا بنتي، وانا ازاي يعني هعرف المصيبه من قبل ما تحصل؟ وانا بنجم الحب؟ انا غلطان، هو اللي يحل ما بينكم كده يتحل وسطه ان شاء الله. لا استني استني يا اختي، وفين بقى رحيم من ده كله؟ لا ما اعرفش ارحاب. ما تعصبنيش ارحاب وتضيع الحجرين من دماغي. اقفلها ارحاب، اقفلها يا وليه. اعماد، واضح ان في مصيبه جديده نوفي في عيله السيوفي. قابل وقعد يا عم. قابل وقعد على طول. اتفضل. مساء الخير يا احمد باشا. ليه بس كده يا باشا؟ ايه ليه بس كده؟ وانا عملت ايه؟ انت هتستعبط يالا يا باشا. انا ما عملتش غير اللي انت طلبته مني. مش قلت العربيه فيها سلاح؟ فين السلاح ده؟ معرفش يا باشا، ورحمه امي في تربتها العربيه كان عليها سلاح. رحيم وداه فين بقى؟ معرفش يا باشا. يا باشا انا قايل لك رحيم شاكك فيا وكان هارش ولعب بينا احنا الجوز. شاكك فيك وسحبك معاه في كل حته. مش في كل حته يا باشا، امال انت فاكر هو بعدني عنه ليه لما مسكني شركه الشحن؟ بعدك عنه ومقعدك في القصر عشان ابقى تحت عينه يا باشا. اقطع دراع من هنا يا باشا اما كان رحيم مسنود من حد عندكم هنا. ايه اللي خلاك تقول كده يا حلمي؟ يا باشا رحيم بيتحرك وهو سايب ايده الاثنين وبيعمل كل اللي هو عايزه وبيوصل له. انت مش فاكر يا باشا يوم ما اتقبض علينا خرجنا تاني يوم على طول؟ مالك يا حلمي؟ انا ما كنتش اعرف انك خفيف قوي كده. وانت بتحب حنان للدرجه دي؟ ما تقلقش يا جدع، دي معاها سامي، سامي معلم ومش سهل. ربنا يستر، ربنا يستر رحيم. انا قلت لك ارجع. المهم طمني، عملت ايه مع احمد الديب؟ فهم انك انت معايا من اولها؟ ما ريحتوش، بس انا كده بقيت بالنسبه له كارت محروق. انا بقى مش عايزك تبقى كارت محروق. ازاي؟ لازم من وقت للتاني تبصي له معلومه كده، بس نبقى متفقين عليها. جرى رحيم، هو انا ايه على اخر الزمن هبقى مخبر ولا ايه؟ جرى يا حلمي، في ايه؟ احنا طول العمر ماشيين الطريق سوا، كتف في كتفك. لو عايز تخلع قول لي. يا عم هو رحيم، ما انا ما قلتش حاجه بس بفضفض معاك يعني. خلاص يبقى اللعبه نلعبها صح.
احمد الديب ده كارت مهم وما ينفعش نخسره. تمام. انا لان على حنان جدا. اطمن. حنان حنان الحمد لله على السلامة. حقك عليا حنان، حقك عليا كده يا حلمي. انا اتبهدلت اتبهدلت وانت سايبني. معلش معلش حقك عليا. انت عارفه انا كنت فين؟ انت عارف انا لو كنت في اخر الدنيا كنت فضلت قاعده على باب القسم مستنيه عشان اخدك معايا. خلاص ما تزعليش مني، ما تزعليش مني، قلت لك حقك عليا. ما انت عارفه ما كانش بايدي. المصيبه ان انا عارفه ان ولا حاجه. ايه يا ريم، امك قدامك اهي. خلاص بقى. بابا انت مش عارف انا كنت حاسه بايه. انا كنت حاسه ان انا لوحدي. حقك عليا يا حبيبتي. طب اوعدني اوعدني انت مش هتحسسني بكده تاني. اوعدك، بس انت قولي لامك برضه تكبر دماغها من حكايه الشركه دي. هو العيب في الشركه ولا العيب في اللي ما يتسمى اللي اسمه رحيم؟ على فكره رحيم هو اللي طلعك وهو اللي دخلني. مين دخلني يعني غيره؟ وهيفضل يبعت لنا بلوار التانيه طول ما هو معانا. هو رحيم هو اللي قالك تنزلي الشركه ولا انت اللي صممتي تنزلي الشركه؟ اشربي بقى. وعلى فكره اللي حصل لك ده اقل حاجه. وهنزل الشركه وهفضل اروح الشركه. حنان انا مش عايز ابعدك عن الشركه، انا خايف عليكي ومش عشانك او عشاني، عشان خاطر البت دي. لو بتحبني وبتحب بنتك ابعد عن رحيم. تاني تاني هتقولي رحيم؟ يوه ما كفايه خناقه بقى. ما هي اللي بتنرفزني. طب ماشي خلاص، بس انا بقى